من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا قال هو نبي استخرته
العلامة تظله الغمامة تضيع السحائب تجري الجبين ليلي الدوائب ألفي الأدمي من الفم نوني الحاج صلى الله عليه سمعه يسمع صرير القلم وصرير السبع اتباك الداجب كتبه قبله والبعير فزال ما اشتكى من المحن والدوائب وسلمت عليه الاشجار وخاطبت الاحجار وحن اليه جذع حنين حزين النادي صلى الله عليه وسلم تظهر بركته ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمات على الدوام Allah, 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 Allah
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب. أحمده على ما منع من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العالم والعالم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه للمهاجر والملائم صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير قائل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستمتع به ورد حديثين ورد قبل أن يخلق آدم بألف عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيح. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته، قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصنام الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علم يبت التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه
فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. يقص شعره ويبتدر على وصفه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون بالصلاة كصفوف في الجدال. يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، فلطا يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. وفلطا يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وفلطا يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيقولون يا ربنا وجدناهم اسرفوا على انفسهم وجدنا عملهم من الذنوب كالدار الجبال، غير انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى Yeah.
عليه وعلى أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أنه لكم أعضائي سمان ينجل الأحباب المنصوص بأشرف الألقاب الراب إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي لها ستر والأحجاب فكان ونظر بشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الدليل لنجيب المملكة جبريل من أهل الأرض والسماوات بالتهادي والبشارة فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنبهه في هذه الليلة لبطن أمي مسرورا أنه به الكون نورا وكل يتيما وظاهره على كأنه البدر في